إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إسلام البلشة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض تاني درس معانا في الدورة بتاعة صيانة الكمبيوتر وتسريعه. في الدرس ده هنشوف ازاي تقدر انت تسرع بدء التشغيل بتاع الجهاز بتاعك، وهتشوف ان انت ازاي تقدر تعمل الغاء تجزئة للأقراص بتاعتك، وازاي تلغي او تحذف البرامج اللي هي المهملة او المتراكمة على الجهاز بتاعك. يعني مثلا لو انت مسحت برامج زي مثلا برنامج الفيروسات كاسبر او اي حاجة، انت ما بتبقى فاكر ان انت مسحتها خالص من الجهاز، ولكن بالعكس هي بتبقى موجودة. فاقولك ازاي تمسح الملفات ديت اللي ملهاش لازمة واللي بتتسبب في بطء الكمبيوتر بتاعك. طبعا في الدرس الاول انا شرحت لكم اهم المميزات واهم الادوات في برنامج Advanced System Care. وطبعا لو عايز تتابع الدورة هتخش على قائمة التشغيل، هتلاقي دورة صيانة الحاسوب هتلاقيها قدامك. طبعا مش هتفهم الدرس التاني لما تتفرج على الدرس الاول، لان دي الدورة كاملة فالدروس مرتبطة ببعض. هنشوف ازاي نعمل الغاء تجزئة للكورس سي والكورس التاني او اي اقراص عندك. هتيجي مثلا على اول كورس اللي هو السي، هتعمل على بروبريتس، هجيلك بالشكل ده، تضغط على تولز. اول حاجة عندنا اللي هو تشيك او بيعمل فحص للمشاكل اللي عندك على النظام. هيبدأ هو يعمل فحص معاك اهو، هيقول لك هياخد مثلا وقت على حسب عدد الملفات اللي عندك، هتستنى هو لما يخلص معاك. استخدمت في الشرح اللي فات اللي هو برنامج Advanced System Care، وقلت انه برنامج كويس جدا. طبعا لو عايز تتفرج على الشرح قلت لك هتخش على قائمة التشغيل اللي هتلاقيه. تمام، والبرنامج بصراحة مميز جدا في صيانة الحاسوب، وهو ممكن يغنيك عن اي حاجة تانية، لانه هو يعني بيعمل لك تحليل لكل المشاكل اللي في الجهاز بتاعك، وبيبدأ هو يصلحها لك تمام بطريقة احترافية. بصراحة برنامج خرافي، وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. وكل تحديث بصراحة في البرنامج بيجي بيبقى احسن من التحديث اللي قبله، بيضيف ادوات جديدة. تمام، هيبدأ هنا يخلص معانا هو زي ما احنا شايفين اهو، بيقول هنا يور درايف واس سكسسفول سكاند، يعني بيقول لك هو عمل فحص بنجاح، وبيقول لي هنا ان مفيش مشاكل نو ايرور. تمام. تاني حاجه هنا بقى عندنا اللي هي اوبتمايز دي، لو انت ضغطت عليها، طبعا لو انت ما عندكش برنامج Advanced System Care، اول ما تضغط على اوبتمايز هيبدا هو يعمل الغاء تجزئه، ولكن ببرنامج النظام اللي هو الاساسي بس. ده طبعا بياخد وقت كبير جدا، وممكن يقعد معاك نص ساعة علشان تعمل الغاء تجزئة للكورس الواحد. لكن انت لو مسطب برنامج Advanced System Care، اول بمجرد ان انت بتضغط على اوبتمايز اهو، هيبدأ هو يفتح لك برنامج، وهيقوم هو بالعملية دي احسن من برنامج النظام الاساسي، وبسرعة اكبر كمان. تمام اهو، بس ما احنا شايفين مش هياخد وقت معانا. لو ببرنامج النظام الاساسي هيقعد نص ساعة او ممكن اكتر كمان. تمام، ده برنامج Advanced System Care بيقوم بنفس العملية ولكن بسرعة أكبر وبدقة كمان، يعني بصراحة برنامج خرافي. هو هنا عمل لي إلغاء تجزئة، وبيقول لي الأداء بتاع الجهاز جيد. تمام كده خلصنا إلغاء التجزئة بتاع الجهاز. هتضغط على Cancel، هتروح أنت من هنا برضو على الكورس التاني، وهتضغط على Properties، هتروح على Tools، وبرضو هتعمل Optimize. هيبدأ هو يعمل تاني فحص للتجزئة بتاعت الكورس ده، وهيبدأ هو يلغيها لك اهو. تمام، دي اول جزئية معانا النهاردة. هنشوف برضو تاني ازاي نسرع بدء التشغيل بتاع الجهاز. هتضغط من هنا على كليك يمين، وهتروح على تاسك مانجر، هيفتح لك التاسك مانجر ده بالشكل ده. طبعا لو انت ويندوز 7 مش هتلاقي الستارت اب ديت، هتفتحها انت من هنا، ومن برنامج Advanced System Care. طبعا سبت لكم الرابط بتاعه في الوصف في الشرح اللي فات، وهتلاقوه برده في الوصف بتاع الويندوز ده. طيب هتيجي من هنا على الستارت اب، تمام، هيجي لك البرامج بتاعتك اللي بتبدا معاه بدء تشغيل الجهاز. تمام، هتلغي انت البرامج اللي انت مش عايزها تبدا مع الجهاز، وبرده لو عايز تستخدم الحته ديت هتلاقيها في برنامج Advanced System Care زي ما قلت لكم. تمام، انا هنا الغي الحاجات اصلا اللي هي تبداش مع اللي انا مش عايزها تبدا مع الجهاز، فعشان كده ما الزهر هنا. تمام،
تاني جزئين معانا من بتاع تسريع الحاسوب، ان انت هتيجي من هنا على البروسس او الخدمات بتاعتك، هتلغي الحاجات او البرامج اللي انت ما انتش عايزها، تمام؟ هتلغيها من هنا بالحته دي، هتلغي كل الادوات والحاجات اللي انت ما انتش عايزها شغاله في الخلفيه، هتلغيها، تمام؟ ولو رحت هنا كمان من ويندوز 10 على السيتنج او الادوات بتاعتك، هتروح من هنا على الابس او التطبيقات، تمام؟ هتلاقي من هنا ابس اند فيتشرز، دي اللي هي البرامج اللي مثبته مع النظام. لو انت عايز مثلا تلغي برنامج مع النظام انت مش عايزه، هتضغط عليه وهتضغط على ان انستول. طبعا انا مسحت برامج كتير من بتاع النظام بتبقى ملهاش اي لازمه وهي متضافه وخلاص مع الويندوز، تمام. تاني حاجه هنفتح من هنا اللي هي البرايفسي، وهنروح على باك جراوند ابس او التطبيقات اللي هي بتشتغل في الخلفيه، تمام، وهتقفلها خالص عشان او اي برنامج انت عايزه يفتح في الخلفيه هتقوم انت فاتح ديت، وهتحدد انت البرامج اللي عايزه يشتغل في الخلفيه وخلاص، وهتقفل الباقي. بس انا مش عايز كل ده اصلا في الخلفيه، فاعمل له الغاء من هنا، تمام. تمام. كمان جزئيه معانا النهارده ان انت ازاي تقدر تمسح الملفات المهمله بتاع البرامج بتاعتك، على ان انت اي برنامج بتمسحه هو اصلا بيفضل بيسيب نسخه على الجهاز بتاعك. بس هقول لك ازاي ان انت تلاقي النسخه دي في كذا ملف من دول، تمام. اول حاجه هتظهر الملفات المخفيه، تمام. لو في ويندوز 10 هتيجي من هنا على فيو، بعد كده هتختار هيدن ايتمز، تمام. ولو في ويندوز 7 هتضغط على كليك يمين واوبشنز فيو وشو هيدن فايلز، تمام. اوكي، هو ظهر لك دلوقتي الملفات المخفيه في الجهاز بتاعك. طبعا اول حاجه هتروح على بروجرامز فايل، ولو لقيت نسخه من البرنامج اللي انت مسحته هنا هتمسحها، تمام. تمام. تاني حاجة بروجرام فايل اللي هي 86 التانية، على ان انا بستخدم ويندوز 64، لو لقيت برضو نسخة هنا هتمسحها من البرنامج اللي انت مسحه، تمام. اهم حاجة عندنا اللي هي بروجرام فايل دي، بتلاقي لان النسخة دي مخفية فانت ما بتلاقيش البرنامج عندك، تمام. هتفتحها ولو لقيت برضو نسخة من البرنامج اللي انت مسحه هنا هتمسحها. وهقول لك دلوقتي ازاي تمسح الملفات دي من غير ما انت تعمل النظام ده كله، تمام. تاني حاجة هتروح على يوزرز، هتروح على الاسم بتاع الجهاز بتاعك، وهتروح على اب داتا، وهتروح على لوكال، برضو اي نسخة من الملف اللي انت مسحه هنا هتمسحها برضو، تمام. ومن هنا على رومينينج برضو هتمسحها من هنا، تمام. زي ما انت شايفين الويندوز بيسيب نسخة من البرنامج اللي انت مسحه في كل مكان في الجهاز بتاعك. فلو عايز لو لسه البرنامج بتسطب عندك وعايز انت تلغي التثبيت بتاعه بطريقه امن وتمسح كل الملفات بتاعته معاها، هتفتح انت ادفانسد سيستم كير، وهتروح على الادوات وهتحمل البرنامج ده اللي هو اي او بيت ان انستولر. ده بيمسح البرامج بتاعتك لو انت عايز تلغي تثبيت برنامج، وكمان بيمسح الملفات بتاعته من الريجستري، يعني بيلغي البرنامج بتاعك كانك ما سطبتوش على الجهاز خالص من اصله، تمام. ده كان تاني درس معانا في الدورة النهاردة. في الدرس الجاي هقول لكم ازاي ان انت تمسح الملفات المهملة علشان ان انت تسرع الجهاز بتاعك، وهقول لك كمان مجموعة نصايح للحفاظ بيها على الجهاز بتاعك وان انت تسرعه. وان شاء الله الدرس الجاي هيبقى اخر درس في الدورة بتاعتنا من بتاع صيانة الحاسوب. انتظرونا في الشرح الجاي، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وهتخشوا على قوائم التشغيل اللي هتلاقي القايمة بتاعت الدورة بتاعت صيانة الحاسوب، هتخش عليها وتتفرج عليها بالترتيب، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.